متحدث الوزراء القوات المسلحة لم تتدخل حتى الآن في أزمة كورونا. ممكن نقعد شوية على الخبر ده مثلا. معلش علي، وراك حاجة سيبها دلوقتي، لأن إحنا عاجل متحدث الوزراء بيقول القوات المسلحة لم تتدخل حتى الآن في أزمة كورونا. وأضاف سعد أبو دم تقيل إن من ضمن زيادة المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي وزيادة كذا إلى تمام، فضلا على تدخل القوات المسلحة، وتابع القوات المسلحة لم تدخل حتى الآن في أزمة كورونا، وتدخلها سيكون في حالة الخروج عن السيطرة. معلش يا مصطفى، انت كان عندك في الاول خالص اول الحلقة كان عندك صور، انا يعني ما رضيناش نطلعها عشان ما نجرحش احساس السيسي الحيواني. فاكرين بقى صور السيسي لما قال ال 100 مليار، وفكر فاكرين اسلحة الجيش لما طلعت عقامة جامعة عين شمس ومجلس الوزراء والبرطمان؟ مش ده كان الجيش؟ مش ده كان الجيش على؟ طب فاكرين السيسي لما وقف كده وعمل نفسه شملول ولا عربيات كده شايله اجهزه وقالوا القوات المسلحه تفعل وتصنع؟ مش ده يا ولا كان تدخل الجيش؟ ولا يا ولا مش ده كان تدخل الجيش؟ تفاكرين الكمامات اللي عاملها وزاره الانتاج الحربي واللي طلعت في شنك بشهاده نقابه اطباء سوهاج؟ مش ده كان تدخل الجيش؟ يعني تدخل الجيش ايه؟ فاكرين العسكري اللي كان واقف في الشارع بيوزع كمامات قماش بافتة وقال لك القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين؟ مش ده كان تدخل الجيش؟ ايه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ كفاية بجد كفاية، مش ده كان تدخل الجيش؟ ما كانش اللي قلناه ده كله تدخل الجيش؟ أمال تدخل الجيش ايه بقى؟ ينزل يضرب نشان وحاجات كده في ايه؟ لا لا بقى لا، انتوا عايزين تدخلوا الجيش؟ افتحوا المستشفيات العسكريه. عايزين تدخل الجيش؟ اهو فاكر؟ الله عليك الله عليك يا حبيب، ده مش كان تدخل الجيش؟ الساده اللي واقفين دول كلهم مش بص مش سيارات الجيش، لما السيسي راحت له مجمع التحرير اللي قاعد فيه ده وقعد يستعرض اهو وقعد يقول لهم وحاول تعمل اللون الاخضر لانه حمار مش فاهم. مش ده كان تدخل الجيش؟ لما بعتوا له العربيات لحد البيت، شوف المدفع ده يضرب، المدفع ده يضرب في وشك، مفيش كورونا تقرب منك. شايف؟ راح يطمن على الكاوتشات والفوانيس. اما فين النمر يا ولا؟ مش ده كان تدخل الجيش؟ ده ما كانش تدخل الجيش يا هطل يا نادر يا سعد يا كذاب. مش ده كان شايف السادة الحاجات اهو جايب كام كرتونه نزل هنا للناس؟ حلو حلو الكراتين دي، عامل نفسه فاهم. بص بص خبط، بص حاول ترش البويه عشان ما تبقعش، وخلي دايما الاسود اسود ما يبقاش مجير. مش ده فرخه التطهير اهي، عربه التطهير اهي، فقال له حاول تكتب الخط كوفي. بص مش ده كان داخل الجيش؟ او دخل بقى لا هنا عفريت العلبه. بص ايه اللي جوه حاطين جوه؟ ده الموتور بتاع الميه بتاع العماره بتاعتنا. اوكي مش ده كان دخل؟ مش ده سعيد العصار كوهين والموتور ده فندم بروحين؟ مش دي عربيه التطهير السريع ثنائي 600 مش 700؟ خلي بالك قال له دي كانت عربيه رمسيس الاول قلبناها بقت كده. شايف المدفع ده بقى؟ تقف في وشه كده تدي له ظهرك، وطول ما تدي للظهر ده مدفع للمدفع ده ظهرك، عمر الكورونا في جسمك ما ترعى. شايف؟ بص وشم بقى، وصل مرحله الشم، شممني كده. مش ده كان دخل الجيش؟ ولا ده كان دخل ام علي؟ ولا الهبل العبيط ام بدوي؟ ده حتى الهبل بص 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 اللون هنا مش عاجبني، الصنايعي ما يقفلش حلو. شايف؟ ده ما انتوا بتكذبوا على مين يا عيال؟ بتكذبوا على مين؟ ده ما كانش دخل الجيش، شايف عربيه الجيش اهي؟ الزلات اهي؟ عربيه الزل ومدفع اسود ومدفع اصفر. ولما رحتوا جامعه عين شمس ما كانش دخل الجيش؟ ولما طهرتوا البرطمان بمليون جنيه، مجلس الوزراء والنواب بمليون جنيه، ما كانش تدخل الجيش؟ ولما طلعتوا عسكري غير القوات المسلحه تطهر وتعقم مباني مشيخه الازهر بفتاة، ما كانش تدخل الجيش؟ ده احنا نعد لكم، ده احنا قاعدين لكم، هو حد قاعد لكم غيرنا؟ اهو ما كانش ده تدخل الجيش؟ العبوا يا علي من غير صوت.
ما كانش تدخل الجيش اهو تحسبه لكورونا، الجيش يعقم مباني جامعة عين شمس. امال الجيش تدخل امتى يا نادر يا سعد؟ انت هتقابل ربنا يا راجل، هتقول له ايه كتبت غصب عني؟ ده كان ايه تدخل ايه؟ ام لطفي؟ الجيش يعقم مباني جامعة عين شمس اهو، فضلوا يطردوا الصراصير والناموس وخلاص على كده. لا انا افهم بقى تدخل الجيش بانك انت تفتح مستشفيات الجيش وانديه الجيش ومقلبيه الجيش